مساء الخير. طقس شتوي متقلب وفيه غبرة عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب الرياح القوية الدافية والمحملة بالغبار واللي أدت إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية، ورح يتحول الطقس إلى غائم مع تساقط أمطار موحلة وممكن تكون مصحوبة ببرق ورعد ببعض الأحيان. الحرارة معتدلة والرطوبة منخفضة، البحر مرتفع الموج وحرارة مياهه 17 درجة. الليلة طقسنا رح يكون غائم مع استقرار بدرجات الحرارة، تساقط أمطار موحلة مصحوبة بعواصف رعدية ببعض الأوقات، ومننصحكم أنه أكيد ما تغسلوا سياراتكم لتكون انحسرت هالموجة. لبكرة الخميس طقسنا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة وانفراجات واسعة خلال النهار، وبيستقر الطقس نهار الجمعة وبترجع الأمطار بدءا من الأحد المقبل وممكن ترافقنا كل الأسبوع المقبل. فانطروا نشراتنا يوميا لنوفيكم بآخر المستجدات على صعيد تقلبات الطقس. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 510، السنة الماضية 320 والمعدل العام 540 ملم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 10، على المرتفعات 5 بالبقاع درجة والأرز 4 تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة 15 برحبة. مثل ما شايفين مثل ما قلنا لكم كمان في تساقط للأمطار متفرقة خلال النهار بكافة المناطق اللبنانية وأكيد على المرتفعات في ثلوج. المختارة 9 عبر 16 والخيام 12. الرطوبة بتتراوح بين 15 و75%، حرارة سطح الماء 17 درجة وسرعة الرياح 45-65 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية شرقية ممكن تقارب سرعتها 65 كيلومتر بالساعة خصوصا بالمناطق الجنوبية. لبكرة الطقس ممطر 10 أدناها وأقصاها 17، في استقرار بدرجات الحرارة من الجمعة لسبت، وإنما الأحد رح يتغير الطقس ورح تبدأ الأمطار لكافة الأسبوع. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. إذن صنعاء 26، الرباط 21، نواكشوط 33، باريس 6، ولندن برشتين. وهيدا كان كل شي. باي.